وسهلا، معكم سيف النقبي. اليوم قدمت دورة أو محاضرة مختصة في الاستثمار أو تنويع مصادر الدخل. عدد كبير من الناس حضر، الناس تبغى تتعلم، الناس تبغى تثقف. نحن عندنا يمكن مثل هذا الجاب اللي موجود في المجتمع، الناس ما تعرف وين تودي فلوسها، وبالتالي هذا النوع من الدورات إن شاء الله تفيد الشباب، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.